ليه؟ انا العقد ديالي سالي 30 جون، واذا كان الظروف تكون مريقة اشرف ليا نختم. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس كل. انا تقريبا باش نعيد هنا مع اخواتي، نعتبر عائلتي هنا عائلتي في فاس. ان شاء الله كل عام وانتم طيبين كثير، ان شاء الله عيد مبارك مبارك الناس كل والناس الكبير. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.